مساء الخير، اهلا بيكم وحلقه جديده من جمالك. فقراتنا النهارده متنوعه، تعالوا نبتدي اول فقره ونشوف امنيه طاهر عامله لنا وصفه. ايه الوصفه النهارده للناس اللي بتحب الاماكن الغامقه؟ ازاي تفتحها؟ وصفات كلها طبيعيه 100%. تعالوا نروح نشوف امنيه ونرجع نكمل. بسبب الحر والعرق واحتكاك الجلد بتبتدي تظهر مناطق كتير غامقه عند بعض البنات. النهارده هنعمل مع بعض روتين سهل جدا وبسيط هيقضي على المشكله دي تماما. اول خطوه هنعملها هنبتدي نلك الاماكن الغامقه دي بسكراب الملح. هتجيبي سكراب الملح وتبلي جسمك وتعملي حركات دائريه على المناطق الغامقه. تاني حاجه هنبتدي نحط زيت الورد بعد ما تخلصي الشاور بتاعك، لان هو بيفتح جدا المناطق الغامقه وكمان بيقفل مسام. تالت خطوه معانا، لما تيجي تنامي بالليل هتغسلي كويس جدا وتنضفي بقطن ومايه ورد الاماكن الغامقه. وهنعمل خليط دلوقتي هتحطيه كل يوم. هنحط معلقه من زيت الليمون مع معلقه من زيت اللوز الحلو، هتخلطيهم كويس جدا وتعملي تدليك للاماكن الغامقه دي. لو مشيتي على الروتين ده المشكله دي هتختفي تماما.